خلاله لوح ورسومات امتازت بالشفافية والوضوح، واللي بنتمنى ان المجتمع المصري يصل للدرجة دي من الشفافية، لدرجة انه اطلق على المعرض اسم شفاف، ولجأ عماد للالوان الطبيعية ورسم معظم لوحاته على الحيط، واستخدم العيش البلدي في تشكيل شخصياته. تعالوا نشوف المعرض ونلتقي بصاحبه الفنان عماد ابو جرين. بداية مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني وجهت لي دعوة ان انا اشارك بعرض فن تشكيلي مواكب للمهرجان. كنت مقرر او فكرت، فحبيت ان انا اشارك لاول مرة في الأقصر بمعرض او برؤية غير تقليدية، وهي حالة تشكيلية. حالة تشكيلية بمعنى ان انا مش مستخدم وسيط واحد، الوسيط الاساسي هو الرسم، ولكن في دمج ما بين الموسيقى ورائحة المكان، يعني حاطط بعض أنواع البخور علشان بتعمل حالة من الاستدعاء مع زوار المعرض. أقصد من ده إن هو بيستدعي بعض الحالات اللي هي عنده في اللاوعي، ممكن تعمله حالة من الصفاء في استقبال الأعمال الفنية بشكل مبدئي، يعني مجرد دخوله للمعرض. عرض شفاف ده مقرر ليه هيتعمل أكتر على أكتر من جولة. الجولة الأولى كانت في قصر الثقافة، قصر ثقافة الأقصر الجديد، وعرض شفاف بيتعرض زي ما قلت لبعض الأحاسيس والمشاعر المصرية اللي احنا ما بقتش موجودة داخل الإنسان المصري. أنا يعني إن شاء الله في آخر يومين هقدم عرض بيرفورمانس، أداء حركي لتأكيد الفكرة. زي ما انتم شايفين المعرض يعني مش مجرد لوحات مرسومة داخل البرواز التقليدي، أنا راسم على وسيط الأفرخ الشيفون أو البلاستيك أو بنسميها السلوفان. وفي الأداء في عرض البرفورمانس هبدأ أحرك بعض الرسوم على الحائط بأداء حركي جسدي، أنا هصيغه يعني بشكل تمثيلي، أداء مايم. أقصد من ده أن بحاول أكسر العزلة اللي بين الإنسان المصري البسيط وما بين العمل التشكيلي أو العمل الفني. أنا بحاول أكد في الفترة الأخيرة من تجارب الفنية على فكرة، حاجة فكرة اسمها السكتش السريع جدا، وهو قد يتصور بعد هو ليه يعني ليه بهذه السرعة. ده ناتج من حالتي أنا الشخصية، فكرة أن أنا كتير أيام بأخزن انفعالات من جولات في الشارع ولقاءات مع الناس، وما بحسش في اللحظة نفسها أن أنا عاوز أعبر عن ده إلا بالطريقة دي، أن أنا بلخص كل الانفعال ده في لحظة سريعة جدا، أن أنا بحط سكتش بخطوط بسيطة هي مسماها التجريد أو التبسيط يعني.